السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام. هو بحر من ألوان الحكمة فوق شواطئ الوعي، الحياة من دونه موت وغربة، والعمر ليل أسود كالخطايا، من أعرض عن شذاه تائه، منسرق الروح شريد لا يؤوب. أما أولئك الذين ذاقوا أسراره وامتشقوا الضوء وتدثروا بحب الإله، كان لهم فرقان نور وطريقا دون كل الدروب. أرحب أجمل ترحيب بلجنة التحكيم وحلقة جديدة، كما أرحب بفضيلة الشيخ عمر بوسعدة من الجزائر، حياكم الله. حياكم الله وبياكم أخي العزيز محمد. كما أرحب أجمل ترحيب من مصر العربية، الحكم الدولي محمد فهم عصفور، حياكم الله وأهلا وسهلا. الله يسلمك وبارك بعمرك حبيبي أستاذ محمد، حياك الله. كما أرحب أجمل ترحيب أيضا من سوريا، الأستاذ الدولي والمنشد عماد رامي، حياكم الله أستاذ عماد. حياكم الله أخي الكريم، بارك الله فيك. وأرحب أيضا بقارئ ومؤذن العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، السيد حسنيان الحلو، حياكم الله سيدنا وأهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا بك وتحية طيبة لكل الجمهور الكريم. أرحب أجمل ترحيب بلجنة التحكيم، الدكتور الشيخ باسم العابدي من العراق، حياكم الله. حياكم الله وشكرا لكم. وختاما أرحب أيضا بالقارئ والمنشد الدولي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد كريم موسوي، حياكم الله سيدنا وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم حبيبي محمد. وقبل الشروع في مسابقتنا نبدأ بتلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم، ننصت إليها خاشعين بصوت القارئ السيد هاني الموسوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى بعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا
الشر كان يئوسا. يا عيني عليك. الله الله. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا سيد، أحسنت 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 أحسنت، ما شاء الله. أحسنت يا عيني عليك سيد. إن شاء الله. ضيوفنا الأعزاء خصوصا من خارج العراق بالتركماني، أنت ترجمهن. دلر قدن دننا من درس ومردي دلر قدن دننا الله الله من درس ومردي الله قل قلم ددي سسلم ديار أبا الفاضل بريش العالم وردي عباس سسلي الناس حسين عاشق الله 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 يا سيد هاني. يلا جاوب والله والله سيدنا ظنيتك تمزح. كم بعثنا مع النسيم سلاما الله للنبي الحبيب الله الله حيث أقام وسمعنا الطيور وسمعنا الطيور الله وسمعنا الطيور في الروض تشدو فنقلنا عن الطيور الكلام الله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معظم
سيد لا عذب الله أمي إنها حب الوصي وغذتني باللبن وكانني يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن الله عليك الله نعم نعم أبا حسن يا تباهت بك العلا على فوق أيديهم أبا حسن يا من تباهت ما شاء الله بك العلا على فوق أيديهم بنقطة فائه فنزلت قادرا في صعودك منزلا فكنت لبسم الله فكنت لبسم الله نقطة بائه الله 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 أحسنت يا سيد الله الله أحسنت أحسنت شايف ما هيك ما منخلص نحن زلمة يرد عليك وترد علي ويرد عليك ما هنخلص اليوم الله يبارك فيك زلمة من عندك اختمار وخصوصا إذا الموضوع في الإمام علي يعني ربي يحفظكم ويبارك فيك وخصوصا إذا الموضوع في الإمام علي ما هنخلص إن شاء الله الله يبارك فيك زلمة شكرا 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 الله يحفظك حافظ وتالي للقرآن منذ سن التكليف الشرعي حائز على المراتب المتقدمة في العديد من المسابقات القرآنية في باكستان فضلاً عن مجموعة من المشاركات الدولية من باكستان والمتسابق محمد صهيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.
مشاركة بعد أخرى تشتد المنافسة. كان الله بعون لجنة التحكيم المتسابق محمد صهيب نواز من باكستان، شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة، إلى لجنة التحكيم فضيلة الشيخ باسم العابدي، تفضل. بارك الله بكم يا محمد، ومرحبا بكم من بلادكم إلى بلاد أهل البيت عليهم السلام، فحللتم أهلا ووطأتم سهلا. قراءتكم وتلاوتكم كانت جيدة، إلا في بعض الوقوفات وقفتم في مواضع ومواطن تحتاج إلى دقة منكم. مثلا أنتم فصلتم بين اسم إن وخبرها، وهذا غير جائز في علم الوقف والابتداء. في الآية قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقفتم على مفردة النهار، وهذا فصل بين اسم إن وخبرها، وهذا غير جائز. أيضا عدلتم في مورد آخر، عدلتم من الوقف الجائز إلى وقف يعني غير دقيق، ولو وقفتم على كلمة ربنا ما خلقت هذا باطلا، لو وقفتم على باطلا أو على باطلا وبدأتم سبحانك فقنا عذاب النار، لأن هناك فعل مضمر يقولون سبحانك فقنا عذاب النار. هذه وقوفات تأملية حين تتأملون إن شاء الله في النص القرآني وتستفيدون من المعاني تكون قراءتكم متكاملة. وشكرا لهذا الجمال الذي أفضتم به علينا، شكرا لكم. أستاذ عماد لكم الكلمة. أستاذ محمد صهيب ما شاء الله قراءة جميلة، قراءة كانت الحمد لله جيدة، كنت موفق بين المقامات، يعني عم تقول مقامات شرقية جيدة، والخامة كمان جيدة ما شاء الله. أرجو إن شاء الله نشوفك بحالات القادمة تكون من الأوائل إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ محمد عصفور تفضل. حياك الله حبيبي الأخ الكريم محمد صهيب، ما شاء الله أبدعت حبيبي، الله يبارك في عمرك، وجميل القراءة، أداء مميز، ولكن على مستوى الأحكام والفصاحة يعني يبقى عندنا بعض اللطائف البسيطة. أزمنة الغدو المدو عفوا أزمنة المدود وأزمنة الغنن، وعندنا أيضا على مستوى الفصاحة السكت الدائم في خلال القراءة في غير محله، دائما يسكت على الكلمات في غير موضعه أبدا، وأيضا يوجد عنده تمطيط شوية في القراءة، لكن هذه أتمنى أنك تعالجها في خلال هاي الأيام حتى إن شاء الله تؤهل للفترة القادمة، المرحلة القادمة، وتكون تتجنب هاي الأمور كلها. الله يبارك في عمرك إن شاء الله. السيد حسنيان الحلو، ماذا تحمل لنا في جعبتك؟ يا حبيبي شكرا لك أستاذ محمد، وشكرا للأخ العزيز أيضا شيخ محمد. أداء بشكل عام أكو لطافة كلش واضحة بأداء، يعني أدى خلينا نقول يعني على قد إمكانيته، تحديدا اللطافة وين سيء؟ اللطافة العليا تخص الصوت. أنا أتمنى كنت أتمنى يعني هو يعني قطعاً جيد، لكن كان الصوت عنده في الأعلى والمقامات شوية أخفض، يعني ممكن يزيد بعد من تمرينه، خصوصاً أن بعض التركيبات بالنغمات تحتاج إلى مهارة عالية، وهي مو ضرورية، مو ممكن يعني مو بالضرورة أن يؤدي القارئ هذه المقامات وهذه التركيبات، لا هو أدى المقامات بشكل جيد، هذه التركيبات ممكن كانت غير ضرورية. وعند انتقاله بعد أن انتهى من مقام الحجاز انتقل إلى مقام كان متذبذب بين الجهرقاه وبين العجم وغير مستقر، أيضا كان غير ضروري. أما من الناحية الصوتية فكان يعني جميل جدا، وهذه اللطافة كانت يعني واضحة جدا بصوته، وأتمنى له الموفقية وأن نراه موفق إن شاء الله تعالى، لعله في المراحل القادمة إن شاء الله. الشيخ عمر تفضلوا. ما شاء الله محمد صهيب، امتعتنا وحقيقة تلاوتك كانت مريحة، أنا وددنا لو لم تتوقف عن تلاوة القرآن الكريم، وددنا لو وصلت لولا الوقت والبرنامج، ولوددنا لو وصلت في تلاوة القرآن، كانت تلاوتك يعني هادئة وكذلك ممتعة فأحسنت، ولكن لا تخلو من بعض الهنات ذكر شيخنا الشيخ محمد عصفور بارك الله فيه
إن شاء الله السيد كريم مسوي. تفضل أستاذ محمد. حبيبي محمد، كنت راقيا صوت نقي، ولكن هذا هاي يعني النقطة أشير إليها، أنت تعاني من ضعف في حجم صوتك، في حجم الصوت يعني. بس أكو علاج سيد نقدر نقول؟ يتمرن على حجم الصوت إن شاء الله سبحانه وتعالى يعيننا. مشكور قلبي، أسأل الله لكم التوفيق والعافية. محمد صهيب من باكستان، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة الطيبة، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله. تفضل. لن يكن قد أكمل عامه 12 حين تم اعتماده بصفة قارئ في الإذاعة في عمان، وهو اليوم إمام مسجد السلطان قابوس وأحد القراء البارزين في عمان. رحبوا معي بالمتسابق طالب القنوبي من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدير
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، المتسابق طالب بن سعيد القنوبي من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لكم وطيب الله أنفاسكم، إمام وخطيب جامع السلطان قابوس الأكبر، أسأل الله لكم العافية. فضيلة الشيخ عمر تفضل. ما شاء الله، عائلة قنوبي عائلة العلم والعلماء، وما شاء الله، إذن فكنتم خير سلف لخير خلف، أحسنتم أداء وأتقنتم وأبدعتم في تلاوة القرآن الكريم، فما شاء الله. إذن قارئ عمان، بالنسبة لبعض الملاحظات يا طالب، إن شاء الله لن تزيدك إلا إتقانا وحسنا لتلاوتك، ما دمت تؤم الناس فأنت قدوة لهم في تلاوة القرآن الكريم، فانتبه إلى تفخيم بعض الحروف، خاصة هو إذا جاورت لام لفظ الجلالة، نعلم أن لام لفظ الجلالة مغلظة، فلذلك لا تفخم معها هو الله هو الله، تكرر ذلك. وانتبه إلى تخفيف بعض الحروف، أعوذ أعوذ أعوذ، العين متوسطة، إذن المتوسطة هي لين عمر كما نعلم. كذلك انتبه للشين، الشين زمنها ناقص والتفشي غير واضح فيها، فهذا حرف ساكن رخو يحتاج إلى زمن كي يسمع يشركون، لا نقول يشركون، لا تقم بإنقاص زمنه. كذلك ملاحظة ربما ننتبه إليها ونبهنا عليها، وهي تمطيط المدود وزيادتها فوق مقدارها الطبيعي، خاصة المدود الطبيعية. كذلك ملاحظة ربما لم ننبه عليها عند القارئ الذي مر علينا منذ قليل، وهي التاء، همس حركة التاء، فلا نقول السماوات، فهنا الحركة ليست مهموسة، التاء مهموسة ولكن الحركات ليست مهموسة. نسأل الله القبول إن شاء الله، وشكر الله تلاوتك وأبقاك إن شاء الله ذخرا لعمان ولقراء عمان بإذن الله تعالى. إن شاء الله. سيد كريم موسوي تفضلوا. شكرا على هذه التلاوة، تلوت بمدرسة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، على طاقة صوتك، يعني أنت سقرت حجمها على طاقة صوتك، فيا حبذا تمزج ما بين هذه المدرسة مع مدرسة محمد صديق بن شاوي، تكون أفضل، يعني هذا وجهة نظري. الأستاذ عماد رامي تفضلوا لكم. حياكم الله أخي طالب، بارك الله فيك، صوت يجيد الزخارف، يعني عندك زخارف جميلة وعرب والبحة جميلة جدا،
يعني عليك أن تعرف أن أين تستخدمها. تمام. المقامات كانت مرجحة، كان في عندك يعني يبدو أنه صوتك خانك بأماكن، بس إن شاء الله بنتجاوزها بالمراحل الثانية. حياكم الله. شكرا جزيلا الشيخ محمد عصفور، تفضل. حياك الله حبيبي طالب وموفق إن شاء الله. طبعا ما أزيد شيء عن أستاذنا أستاذ عمر، يعني تكلم في صفات الحروف وتفشي والصفير وهذه الأمور، هذه أبرز الملاحظات وتفخيم المتجاورات. لكن أنا عندي شيء ممكن تاني. منذ أن سمعتك أول ما طلعت على المنصة جاء في ذهني القارئ مقرئ المسجد الأقصى الشيخ رحمه الله محمد رشاد الشريف، لا أدري إن كان الجميع يعرفه أو لا، رحمة الله عليه. صوتك نفس الخامة ونفس الأداء ونفس البحة، فإن شاء الله لعل إذا تسمعونه يكون فيه استفادة لكم ويعني تبدعون أكثر وأكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. شكرا الله جزيلا فهم. سيد حسنين لكم الكلمة. شيخنا العزيز طيب الله أنفاسك، الأساتذة يعني تحدثوا بأهم الملاحظات الفنية بما يخص الأداء الصوت والنغم، ولكن أنا اللي لفت انتباهي لحضرتك حسيتك يعني لعله عاي شوي الآية كثير، وهذا الخشوع المطلوب طبعا كما ورد في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين، أنا لاحظت يعني هذه نعم. بشخصيتك، وأيضا ميزك أيضا هذا اللباس الطيب اللي فعلا انت حافظت عليه مع هذا التمسك والخشوع بكاريزما التلاوة، هالكاريزما الحلوة، كاريزما حلوة كل من حسب الطل الحلوة اللي هي لبنانية نعم. سوري الطل أكيد. الحلوة نعم. هاي مطلوبة طبعا تصوير المعنى بس. هاي سيد كريم راح يعطيك درجة عليها إن شاء الله تعالى. أستاذ عماد يمكن يزودها أكثر لأنه يقللها أكثر لأنه راح تنافس أنت الله يخليك. الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا لك يا حبيبي. فضيلة الشيخ باسم تفضل. بارك الله بكم شيخ طالب وحفظكم الله. المعروف عن عمان أنها بلد التعايش نعم. وهذا أمر جميل جدا. تلاوتكم جيدة، وكما أشار الأخوة إلى أنكم تريدون إظهار المعنى، ولكنكم في بعض المواضع أظهرتموه بشكل لا ينسجم مع قوانين الوقف والابتداء، مثلا في قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أنتم وقفتم على كلمة خاشعا، و تعرفون هذه حكم هذه الكلمة الإعرابي هو أنها حال، كل هذه أحوال، خاشعاً متصدعاً، ربما بحسب ما قال الأخوة أنكم تركزون على الدلالة والمعاني وقفتم على كلمة خاشعاً حتى تركزوا الخشوع، وهذا أمر جيد ولكن لا يرتضي علماء الوقف والابتداء، فأنت يعني تحدث معهم مع العلماء لعلهم يشفعون لك. شكرا إن شاء الله لك. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. المتسابق طالب بن سعيد القنوبي من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة الطيبة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدة. تفضل. بالرغم من افتقاده لنعمة البصر إلا أنه يتمتع بقدرات عالية ومهارات استثنائية أهلته ليشغل عدة مسؤوليات ثقافية وإعلامية. قاسم الحلفي. منذ الولادة ولدت فاقداً لنعمة البصر، أمتلك من المهارات إعداد وتقديم البرامج الإذاعية، كذلك تحرير الأخبار، إضافة يعني إذا عدت مهارة التي أتشرف بها هي تلاوة القرآن بطريقة التجويد، كذلك طريقة الترتيل، والحمد لله كذلك تدريس القرآن الكريم مثل أحكام التلاوة النغم، يعني هذه جل المهارات التي أمتلك، وإضافة إلى استخدام الهاتف والتقنيات الحديثة الموجودة. بالنسبة إلى فقد البصر فلم يكن عائقا بحفظي وتلاوتي للقرآن، ربما كان يكون عائقا لولا القرآن، ولكن مع القرآن برفق القرآن لم يكن عائق، يعني إلا من بعض الأمور البسيطة التي تحل. صراحة لذة رائعة مع القرآن، القرآن يعطي قيمة للمقابل، يعطي قيمة، يعطي يعني حب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
كقاسم الحلفي، لولا القرآن لما كنت هكذا ولا ما أكون هكذا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وحيا الله قاسم الحلفي. شهر رمضان كريم، وأهلا وسهلا بكم. شهر مبارك عليك أستاذ محمد، وكذلك شهر مبارك على لجنتنا الأحبة جميعا، يا هلا، وعلى مشاهدينا الأكارم، حياكم يا الله. هلا يا هلا يا هلا. أنا أريد أن شوي مو قريب علي، أنا دوامي بالثقافة، ما شاء الله، يعني دوامي بالثقافة والإرشاد، فأشوف أن عندي صلة بعمل قاسم. اي والله بعمل، تشرف تشرف كثير. بس عندي سؤال، يعني تفضل، يعني كيف لميت الثقافة والإعلام والإعلام مع القرآن مع والإنشاد. القرآن كل شيء، يعني هاي شلون التمن، يعني أشوف شوية توليف. اي والله، ايه، هي كل هذه الإبداعات إن صحت إبداعات وقبلت مني فهي من القرآن. آه، بارك الله. بديت رادود، بعدها قارئ، بعدها مقدم برامج، بعدها محرر أخبار، وبعدها مراسل صحفي. سادتنا الكرام تفضلوا. الله يبارك بيك. هو إن شاء الله يكسر لاعب ولا يكسر قارئ، هذا هو المهم. نعم، الله يبارك بيك ويحفظك إن شاء الله. والله عهدناك بطيبة القلب يا قاسم، ما فيك عدوانية أبدا أبدا. أي والله، أي والله. يعني تفضل أستاذ. إيه ما شاء الله. شيخ عمر تفضل. ممكن تذكر لنا علاقتك بالقرآن الكريم، كيف توجهت نحو القرآن الكريم، نحو الإقراء في القرآن الكريم، أو تعلم أحكام التلاوة في قراءة القرآن الكريم؟ في البداية ذكرت أنه أنا كنت يعني رادود حسيني، فالمنطقة عرفتني أنه يعني أمتلك صوت جميل حسب وصفهم، فلذلك صارت دورة قريبة علينا، دورة قرآنية في المنطقة، فكنت يعني أول المدعوين لهذه الدورة والحمد لله. فمن دخلت أنا ما عرفت شيء عن القرآن إلا أنه كنت أسمع الشيخ عامر الكاظمي وبعض القراء، فمن دخلت في بداية يعني الشباب ولو بعدنا شباب يعني، فقرأت لهم كذا، أعجبوا والحمد لله، فصارت تلاوة على أحكام. وأقولها دائما يعني قاسم، لولا القرآن لما كان ولا ما صار أصلا. شيء من القرآن الذي قرأته في أول دورة عندما قاموا باختبارك خدمة. تقرأ عراقي ولا مصري هسه قاسم؟ أنا أقرأ مصري شيخ. يلا توكل بالله، قرأنا في داية بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الله الله. والشمس وضحاها والقمر إذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أحسنت 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 يا قاسم، هذه جودك سيدنا الحبيب. صاحب المواهب المتعددة استحوذت على قلوبنا، شكرا جزيلا لهذا الانضمام، وأسأل الله لكم التوفيق. الله يبارك فيكم، شكرا لكم وشكرا للجنة الأحبة، وبالخصوص حبيبنا السيد الحلو حسين. الحلو. لك حبيبي من الله يحفظكم. شكرا لك. الله يبارك فيك. الله يسلمكم. الله يسلمك. سلامنا لكل أهلنا في البصرة. الله يحفظكم شيخنا. شيخ عمار ننتظرك. شيخ عدنان وكله. ننتظرك. في عمر الأربع سنوات
وأثناء تلاوته للقرآن في أحد المحافل في باكستان، وعند تلفظه لكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعرض لموجة سخرية من أقرانه الأطفال. وقتها لم يتراجع ولم يتزعزع، بل وضع نصب عينيه هدفا: سأكون من أهم القراء في باكستان. نعم، وهكذا كان. نتعرف على الحافظ والقارئ محمد أبي بكر من باكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء سمين. صدق الله العلي العظيم. أداء من طينة الكبار. نعم، الصغير بعمره، الكبير بأدائه. محمد أبو بكر أعلنها: إنني هنا من كربلاء وسأوصل صوتي إلى العالم. شكراً جزيلاً لك أيها الموهوب محمد أبو بكر من باكستان. وننتقل مباشرة إلى لجنة التحكيم. سيد كريم، ما رأيكم بهذا الإبداع؟ وفقك الله يا محمد على إدامة هذا المسير المبارك. صوت خامة جميلة، الله يحفظه إن شاء الله. تلاوة راقية وإحساس عظيم. أدعو له بالخير يا رب. يا رب. إلهي آمين. نعم فضيلة الشيخ باسم العابدي، لكم الكلمة. أحسنتم. بارك الله بك ابننا محمد. هنيئا لكم هذا الوجود وهذا التحدي الذي نجحتم فيه، وإن شاء الله تتحدون الصعاب والمتاعب. تصلون اليوم، وصلتم إلى كربلاء، وإن شاء الله تحصلون على أعلى المراتب. بوركتم وهنيئا لكم يا محمد. الشيخ عمر، لكم الكلمة. ما شاء الله، محمد أبو بكر أسلت مدامعنا ولينت قلوبنا، وكان صوتك ملائكيا، وما أجمل هذه الأصوات عندما تتلو القرآن الكريم. فأنت نموذج لكل الأطفال في العالم الإسلامي، فأنت قد قدمت القرآن الكريم بأحسن طريقة وبأحسن أداء. إذن فبارك الله في من علمك وفي من رباك وفي من أدبك وفي من جعلك تحفظ القرآن الكريم. فتحديك كما ذكرت للذي عندما أخطأت في مجمع من المجامع في الاستعاذة، جعلك تصر وتقدم على القرآن الكريم وتحفظه، والحمد لله. فنسأل الله لك كل التوفيق. أستاذ عماد رامي، تفضل. حياكم الله أخي الكريم. أنا بس بدي نوه لأنه الأطفال أو الشباب اليافع أنه لا يقتصر أداؤهم بس تقليد للكبار من القراء، وإن كان ذلك يعني جيد في بداية القراءة والمسيرة، لازم نتعلم ونجتهد وناخد طريق لحالنا في سبيل أنه نطلع بقراءة خاصة فينا. بكل حال صوتك جميل ما شاء الله وملائكي، وأمامك المستقبل إن شاء الله. بارك الله بك. الشيخ محمد فهمي عصفور، حياك الله حبيب. لكم الكلمة. هنيئا محمد، هنيئا لك هذا الإبداع، وهنيئا لك هذا الفضل من الله، وهو اختلاط القرآن بلحمك ودمك. فقد وصلني أنك أتممت الحفظ منذ الثامنة من عمرك، وأنت الآن عمرك 13 سنة. فهنيئا لك هذا الإبداع وهذا التميز. والعجيب أيضا، وهو ما حج علينا جميعا، أن لسانك ليس عربيا. نعم. أنت تتحدث بالأصل اللغة الإنجليزية، فأنت يعني هذا دليل على إبداع القرآن نفسه، لأن القرآن ميسر، فإنما يسرناه بلسانك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن علامات تيسير القرآن أنه ميسر لجميع الألسن. نعم. وجميع اللهجات وجميع اللغات، وهذا نموذج. أسأل الله لكم العافية. سيد حسنين. شكرا يا حبيب، موفق. شكرا إن شاء. محمد الكبير بأدائه، المستقبل بحاجة إليكم وإلى هذه المواهب
محمد أبو بكر من باكستان، شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. عائلة قرآنية أهلها مستواها الراقي في الحفظ والتلاوة إلى تأهل اثنين منها إلى جائزة العميد، حيث سيتنافس زكريا ضمن هذه المسابقة مع أخيه. نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. زكريا الزيرك من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بتلاوتك هذه قديت قلبنا من قبل يا زكريا من المغرب، ولكن الحكم عند لجنة التحكيم. تفضلوا سيد حسنين. والله بديت وياي صعبتها علي يعني، لأنه هي تلاوة بعد تلاوة قاعد تصعب يعني جائزة العميد والتأهل إلى مرحلة النصف النهائي، يعني جاي يصعبوها علينا. طبعا زكريا ذكي جدا لأنه يعرف إمكانيته الصوتية، إمكانيات كثيرة، ولكن بعض إمكانياته الصوتية قد تكون محدودة. هو ذكي بمعرفته لصوته، هذا أولا، لأنه العنصر الأساس في الأداء. أنت لا تستطيع أن تؤدي الأحكام إن لم تصدر الصوت، ولا تستطيع أن تؤدي وهكذا بقية التفاصيل. فبالتالي هو عنده معرفة عن صوته مهمة جدا، هي اللي خلت يؤدي جمل نغمية ولا أروع، انتقالات رائعة وصعبة. يعني هو يسوي الأصعب، ممكن أنه يقفل أي قفلة ويسوي القفلة الأصعب. أكو ملاحظات، ولكن هنا في جائزة العميد اعتمدنا هذه الفكرة، أنه حينما تمنح الدرجات للمشترك هي نتيجة تعب سنوات، فالتعب السنوات هو تعب الدورات، فلا نحتاج إلى كثيرا أن نعلق على الملاحظات السلبية، لأنه هو تعلمها، ولكن بعض الإخفاقات التي تحدث هو يعلم بها. لذلك نؤكد على التحدث عن الأمور التي حدثت وأعطيت له درجة مثلا عالية. فبالتالي أفضل ما ميز الأخ زكريا هذه الجمل النغمية والانتقالات الرائعة. الشيخ عمر، تقييمكم. زكريا، أنت معروف وجه قارئ وكذلك منشد، فمن عائلة قرآنية، عائلة ربتك على حب القرآن الكريم وحب الكلمة الطيبة من خلال الإنشاد، كنت رائعا، وحقيقة عيشتنا معاني القرآن الكريم وعيشتنا معاني كلمات القرآن الكريم، وكل كلمة كنت تعبر عنها من خلال عطائك لكل حرف حقه، وكل حرف ماذا يحمل من معنى في وسط الكلمة القرآنية، فكنت رائعا ما شاء الله. وقرأت برواية ورش من طريق الأزرق بتوسط البدل، فقط كلمة يتلى لم تقللها، ربما مرت عليك فقط، إذا نسيتها إن شاء الله تتجنبها في القادم. فاستمعنا لتلاوتك ولو تنشد لنا نشيدا، لأنك كنت الفائز الأول في مسابقة الشارقة للإنشاد، فلذلك أنت منشد رائع، فنود أن نستمع قليلا لصوتك وأنت تنشد. يا ليت. تفضل. أحيي جمعكم وأقول أهلا، لقد حل الكرام مع الكرام. الله الله. نزلتم ساحة المختار طه، وصليتم على خير الأنام. نزلتم ساحة المختار طه، وصليتم على خير الأنام. الله الله الله. أحسنت. الله يا زكريا، الله عليك. وشد الله عضدك بأخيك في هذه المسابقة، يعني نعم، فأنتم الاثنان في هذه المسابقة وفقكم مع الله أخيه إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء يدخل الله. النزال ويعلنها زكريا بأني ها هنا أمثل المغرب في جائزة العميد. الدكتور باسم العابدي رأيكم. بارك الله بك يا ابن المغرب حفظك الله. أنت قلت أنا أقرأ في الوقف والابتداء على الهبطي، والشيخ محمد بن أبي جمعة الهبطي أوجد تحولاً في الساحة الإقرائية في المغرب. كانت الختمة الجماعية في المغرب العربي غير منظمة، ولكن جاء الشيخ الهبطي فنظم طريقة التلاوة بحيث أبعد التعارض بين القراء في هذه الختمة الجماعية. ولكنك لم تلتزم بشيخك في وقوفاتك وابتداءاتك، فوقفت في محال وفي مواقع غير متسقة وغير صحيحة، ولكنها لا تخل بحسن تلاوتك وحسن سمتك. ومرحبا بك من المغرب العربي إلى المشرق، الله يبارك بك. شكرا لك. السيد كريم موسوي رأيكم. زكريا حبيبي أنت ملكت قلوبنا، يعني أنت تملك طاقة نغمية ممزوجة بالإحساس والعواطف، يعني هذه أولا، ومسيطر على أداء المقام بأحسن شكل، يعني تختار أحسن شكل لأداء المقام أي كان بأي طبقة، يعني أنت الجواب أو بقية الطبقات وعرب حلوة، والملفت استقرارك وطمأنيتك بطيلة أي ارتكاز، يعني أنت ما عندك أي يعني ارتباك بطيلة التلاوة، فالله يوفقك إن شاء الله، وإن شاء الله توصلوا يعني للفاينال يا رب إن شاء الله. أستاذ عماد راني. لا أزيد على الأساتذة، تفضل. الله جميل. لا أنا أحتاج تعليق من أستاذ عماد. نعم صراحة، لأنه لا منشد. لا لا لا, لا أنا لا أزيد لأنه ما عاد في وقت، بس أنت كنت رائع وأكثر من رائع، يعني شهادتي فيك مجروحة، أنا بعرفك، بعرف الشباب اللي كانوا يدربوك. زكريا الزيرك من المغرب، شكرا جزيلا لكم. شكرا. تفضل. حياكم الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ووصلنا إلى اللحظة الأجمل التي يرتقبها كل قارئ وكل مشترك في هذه المسابقة. استطاع بصوته أن يحبس أنفاسنا، بل أن يأخذ قلوبنا معه، كما عهدناه وكما جاء وكما قال بأنني هنا لتمثيل بلدي وسأمثله خير تمثيل. انتقل معنا إلى المرحلة القادمة. من المغرب زكريا الزيرك، مبارك عليكم يا زكريا هذا التأهل، وننتظر منك المزيد من الإبداع في حلقة قادمة، ونلتقي معكم مشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.